نرجع ايش بينك وبين القضاء الشرعي؟ بيني وبينهم وايد. اللي سووه في المرأة البحرينية مو شيء قليل. سنين المرأة تدخل هذه المحاكم وتنظلم فيها وتنقهر. الحين احنا وصلنا إلى مرحلة خلاص، وصلنا إلى مرحلة طيب الانهيار. احنا عندنا مشكلة تحديد النسل، احنا ما عندنا تحديد نسل في البحرين. والشيعة يتزوجون متعة في البحرين. ويجي ويعني وينجبون أطفال بلا عدد وبلا حساب والشارع يربي. زين؟ شيء طبيعي إذا الأب يتزوج فلبينية ويتزوج بحرينية ويتزوج واحدة ثالثة من إيران وياخذ له متعة ثنتين ثلاث من هني. كم طفل بيجيب؟ إذا في 12/9 صرحتي تصريحا بأنك تدعين أو تطالبين وتنصحين الخليجيات والبحرينيات بالذات المضطهدات باللجوء الاجتماعي إلى فرنسا. يعني تبغين معارضة من الخارج؟ عفوا إلى إسبانيا. لأن وزير الوزير تبين معارضة من الخارج. مو القصد أن معارضة من الخارج، القصد أن هم يحتمون أو يعيشون في بلد آمن. لأن يعني إذا المرأة ما حصلت على الأمان في بلدها، ما حصلت على الأمان في محاكمها، ما حصلت على الأمان في بيت الزوجية، طيب وين تروح؟ وين تروح؟ في ناس يقولون أنه غادة جمشير سنية وبالتالي هي ترفع اللواء ضد زواج مقرر شرعا عند الشيعة. مقرر شرعا؟ عند الشيعة مقرر شرعا. الشريعة الإسلامية أقرت المتعة؟ أقرت المتعة اللي بهذه التصنيفة اللي أنا بقولها لك. التمتع بالمفاخذة، عندهم التمتع بالملامسة، زين، التمتع بالمكاعبة، التمتع بالصغيرة. التمتع بالصغيرة تعرف شنو معناتها؟ معناتها يتمتعون بالطفل اللي عمرها سنتين، طيب، ثلاث سنين، اربع سنين. طيب عشان ما ندخل بس في التمتع تفصيلات. التمتع بالمفاخذة خلاص اشرح لك شنو هم. هذه ضد حقوق الطفل، هذه يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة. يعني التمتع بالمفاخذة شنو هذي؟ التمتع بالرضيعة معناته ذي. زين؟ الرضيعة يعني كم عمرها؟ طيب. سنة، طيب، سنة ونص، اشهر. يعني هل يعقل رجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة؟ طيب، وتقولون لي الشريعة الإسلامية أحلت هذه الأمور؟ خل المتعة. المسيار شنو معنات المسيار؟ تقول أنا سنية وأهاجم الشيعة؟ لا لا، أنا أقول هل في ناس يقولون زي كذا؟ لا، أنا بقول لك المسيار شنهاو؟ المسيار شنهاو؟ يعني يتزوج واحدة في بلد ثانية ويروح يسير عليها في الشهر مرة، يزورها، اسمها متزوجة. هذه النوع من الزيجات مش بالضرورة بالشهر، ممكن كل يوم. هذه النوع من الزيجات، هذه النوع من الممارسات تحط من كرامة المرأة كإنسان. طيب. المرأة طول عمرها محبوسة في البيت، ما تخرج إلى العمل السنين اللي فاتت، ما تخرج للدراسة برا، ما تسافر برا تدرس السنين اللي فاتت. فئة بسيطة منهم، فئة بسيطة اللي تسافر وتدرس في الجامعات برا البحرين أو في يعني زين، موجودة في البيت للطبخ وللكنس ولتربية الأطفال. من وين تيجي الثقافة؟ من وين تيجي الثقافة؟ وفي بعض النساء يعني أهاليهم متشددين يتزوجونهم حتى زواج إجباري. إذن أنت قول لي ليش تمارس عادة الختان إلى اليوم في الوطن العربي؟ ليش؟ لأن ما في تثقيف، ما في توعية. يعني من كم يوم توفت بنت اسمها أنعام، أربع سنوات عمرها في السودان. ليش؟ ممارسة الختان، صادها تسمم في الدم، أربع سنوات. أنا على ثقة كاملة بأني أنا اللي قلته كله واللي سويته حق 100%. طيب، من ضمن الأشياء اللي وجهتي فيها أنت كفرتي في بعض الأماكن، منتديات إنترنت عادي، صحيح ولا ما كفروني حتى على المسايد عادي. طيب، ألا تعتقدين حسب هاي الكلام أنا يأثر فيني؟ طيب، ما يكفروني؟ ما يهمك. لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي حدد أنا أدخل الجنة أو أدخل النار. ما تعتقدين هذول اللي كفروك ما تعتقدين أنهم هذه الأساليب ضعيفة يستخدمونها، أنهم يقولون كلمة الحق؟ أنت قاعدة تقولين أنا أقول كلمة الحق. ومن أعطاهم الأذن أنهم يكفروني؟ ومن أعطاك الأذن؟ ليش ما دخلوا في قلبي علشان يعرفون أنا؟ هم يقولون أنه شافوني أصلي ولا ما أصلي، طروحاتك بس، ولا لأن ما على رأسي حجاب. إذا ما تهتمين به، ما تتأثرين به. مول كلش. وش ال ولا يحرك فيني شيء.